العمل والمثابره وتمارة تمارة. سي البصل الف مبروك لك الولاد الحي والشعب المغربي كامل. الله يبارك فيك اخويا. البصل قبل ما ندخلوا للحيتيات ديال الفوز، انت عطيتي واحد الدرس للشباب المغربي، يعني القاطبة بعد الظروف الصعبه، بعد الكفاح، بعد الاجتهاد، ما نزلتيش يدك، والحمد لله اليوم كتفوز بحلم ديالك. الحمد لله. بصح كي قلتي هي رساله لجميع الناس اللي عنده شي حلم وما حقاتوش اولا داز على الوقت اولادي، لا غير تشبت بالحلم ديالك، شد في الله سبحانه وتعالى وامن بانك راك كدير شي حاجه جيست صحيحه وربي راه ما غاديش يخيبك. الحمد لله. انا زعما انا ما كنتش كاع مختار انني ندير هادشي، هادشي طرا عفوي، طرا داكشي سبونطاني ديال الله سبحانه وتعالى. فربي بغاني نكون بحال ما هكا في هاد الزمن، انني رساله لاي واحد حاول انه بزاف المرات ويأس، لا ما تقولش راني درت ودرت ودرت ودرت، الاولى والثانيه والعاشره وال15 وال20 والمليون كاع واحد النهار غتنجح. لان الا خديتي كاينين 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 قصص ذاتيه، فاديسون مثلا باش يصايب مصباح راه 1000 وما عادش 999 واقيلا مره باش كيخطا كيصايب وكيخطا حتى وصل ل1000 عاد وصل النتيجه كيفاش يكون المصباح. دونك هو هنا الغرض من هادشي ديال القصه كامله هو الياس، ما كاينش، ما خاصش يكون الياس نهائيا، وهادشي اللي بغيت نقول، يعني ما يكونش الياس، يكون دائما العمل، يكون الانسان متشبث بداكشي اللي عنده ويخفف راسه واحد شويه. في هادشي اللي كاين. نجيو كيفاش دازت المرحله، كيفاش تم الاختيار، كيفاش كانت التجربه؟ المرحله دازت زوينه بزاف، وكنت غندم كون ما مشيتش للستاند اب. ما عرفتش علاش ما مشيت السنين هذه، ولكن علاش هذا العام بالضبط، هذه كتبقى مساله كيعرفها الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي دار هادشي كامل. انا هادشي اللي فيه دابا من فضل الله سبحانه وتعالى، درت واحد المجهود يعني بحال كي كنقولوا حنايا درنا اللي علينا وربي سخر. فالمرحله كانت زوينه، الكاستينغ داز زوين، كان عندي ذاك الخوف، واخا راه عندي تجربه وعندي واحد الباركور دايز معاه انا، ولكن كانت عندي ذاك الخوف من انني ما غندوش من الكاستينغ. وهادي نهار عيطوا لي انا فرحت بحال موهبه انا يلاه جديد ما بديتش في الدومين، فرحت وما قداتني فرحه، لانني عارف قيمه هاد القبول شناهو، وانني غنمشي باش نجيب ولا نجيب اللقب وباش نحقق الحلم للام ديالي، لان عانات من واحد دازت من واحد المراحل صعيبه، فكان خاصني ندير هذه المساله هذه باش وربي قال لك اني اعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. تواجهتي مع اللجنه وفي الكاستينغ، واش حس كان عندك احساس انك غادي تكون في المنصه؟ ما نكذبش عليك، اول برايم راه راجع من المرض، راجع من ماشي اول برايم، يعني في الاحساس عندك في الكاستينغ من تم الاختيار ديالك باش تكون من اللي كون. ما قالوش لنا ديك الساعه، حيت اللجنه هذوك لي كوتش اللي كيعزلوا ديك الوقت غير كدوز قدامهم وكتمشي، فهمتي، كتجي لداركم واحد يومين مع ثلاث ايام عاد كيعيطوا لك. انا عيطوا لي، ملي عيطوا لي فرحت قلت لك، مي انا لا غندوي على مثلا غندوي على البرايم الاول. مثلا البرايم الاول انا عائد من الموت، من واحد المرضى صعيبه بزاف. حدات هذه البصل يعني راه رساله اخرى عطيتيها ثاني للناس، لانك انت بكيتي المغاربه كاملين وبكيتي واحد السيد اللي كان عارف المستوى ديالك. كيفاش كان؟ ما نكذبش عليك، كنت خايف بعدا من اللقاء معاه، يعني كيفاش غادي نواجه الامور، ماشي غير معاه مع البيبليك، مع ما بقيتش كنمارس بزاف المسرح، ما كنطلعش للخشبه، وهادشي بحال كره القدم، الا ما ترينيتيش ما تدربتيش، بحال اي، ماشي كره القدم، بحال اي مهنه، اي رياضه، اي مهنه كما كانت، راه الا ما مارستيش ما غاديش تكون في المستوى اللي المطلوب. وهادشي اتضح في التجربه ديالي في ستاند اب، لان المستوى ديال محمد البصل ماشي هو هذا، زعما كان واحد المستوى متذبذب ما بين هادي وهادي وهادي، مره كنكون زوين، مره كنكون ناقص، مره كنعاود ثاني نكون زوين. وزعما اللقاء الاول خاص 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 جدا، اللقاء الاول لقاء خاص، ان
تلاقيت مع الاستاذ، مع الاب الروحي ديالي في السخريه. انا حليت عيني، انا ولد 84 يعني عندي 39 سنه. فنهار حليت عيني، حليت عيني في الكوميديين، شكون اللي لقيت؟ لقيت السنوسي حماد، لقيت بزيزو بنياز، لقيت محمد الخياري، يعني لقيت ناس كدير السخريه، ما لقيتش انا الضحك اللي كاين دابا. واش فهمتيني؟ دونك مشيت على داك النهج، هذاك النهج واحد الوقت ما بقاش مقبول، ما بقاش غير مرغوب فيه. فجيت انا في هذيك الوقت اللي هو غير مرغوب فيه، دوك السكيتشات ما خصهمش يدوزوا في التلفازه، ما خصهمش. وكانت خفت العقل، وكانت فهمتي قصو حيط الراس. فانا وما تيقولوا لا انا تنقول اه. هذا هو اللي خلى التجربه ما تكونش في هذاك الوقت مزيانه وتمشي صحيحه. مي الحمد لله هنا كاينه رساله، هو ان لابد انك تقول انا خاطئ. فهمتيني؟ ما يمكنش، ما يمكنش كاع الناس تغلط في حقك. فهمتي؟ واخا تغلط الناس في حقك، حاول تقول راسك راه انت اللي خاطئ. ومنين كاين الخطأ؟ فين كاين؟ اذا كاين هنا، كاين هنا. عرفتي اخطائك حاول تصححها، وغتكون غتكون كيف دابا البصل. ها هو حائز على لقب ستاند اب 2024. هادشي كان مع ناس زوينين بزاف، ناس فاهمه هادشي، ناس عارفه اش كدير. لا البصال قالوا لي راه ربما الخطا منك، ربما انت اللي درتي شي حاجه اللي ما خلاتكش تكون في هذاك الوقت مزيان. دابا راه اللي خاصو يدار، ها اللي خاصو يعني ها الطريق اللي خاصنا نتبعو، ها كيفاش خاصنا نتعاملو، ها كيفاش خاصنا نهضرو. كاين اكيد الاستفاده اكيد. ومشيت على داك النهج، مشيت مع ليكيب، مشيت مع الناس اللي غاده معايا، ها اش خاصك دير، اش اللي ما خاصكش دير. والحمد لله جاب الله التيسير اخويا. علاش بكلب؟ ها علاش بكلب؟ في البرايم الاول كي قلت لك شحال ما طلعت، وكاينه واحد كاينه واحد الخلفيه ديال 14 سنه صاحبي، وما شحال ما 14 سنه ما طلعتش. فملي تطلع ودير هذاك المستوى، والجمهور تما ياكسبتيك بهذاك الشكل ويصفق عليك، والحفاوه اللي كانت والحب اللي كان عندهم كتشوف فيهم كيضحكوا معاك من كذا وكيصفقوا في الوقت اللي تخلطوا عليا جميع المشاعر. فهمتي؟ انا مع ساليت بديت كنبكي، يعني تخلطوا عليا جميع المشاعر، وحسيت براسي، حسيت براسي وليت كنقول راسي في ذاك الوقيته فين كنتي 14 سنه دي؟ علاش كنتي مضيع راسك؟ علاش كنتي مضيع حتى هاد الناس ما يتفرجوش فيك بحال ما هكا وما يضحكوش معاك بحال ما هكا؟ دونك هادشي هو اللي خلاني نبكي. وزعما خلات اللقاء ديالي مع السي محمد الخياري واللجنه انهم يكون هذاك الحماس كله وهذاك الجمهور والناس، يعني من 2009 يعني كلمه البصل ولو تسمعت في 2024 كان الوجود ديالك. اكيد، لان كاين الاسم، الاسم بعدا الاسم كاسم ساهل، الاسم كتسمعو مره وحده كيدخل. فهمتي؟ يعني ماشي داك الاسم اللي ممكن تسمعو تعاود تقول مولاه فكرني بالسميه، لا هو البصل. البصل كتسمعها كتلصق، البصل صافي لصقات. دونك بقات عند البيبليك، وبقاو تجارب، بقاو مره مره كنبان شي حاجه، مره مره كندير شي حاجه انا في الانترنت، مره مره كنمشي نخدم في مسلسل، مره مره نبان في فيلم، مره مره ندير اشهار، مره مره يعني كنمارس 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 بشكل يعني متقطع. ولكن كاينه ممارسه اللي كتقول لك لا راه خاص، يعني كتخليك ديما. وشاركت مع الفرقه ديال الشهاب، كنت معاهم تكنيسيان، يعني حتى هي عاونتني بزاف. عرفت شنو هي الخشابه، عرفت شنو هما شنو هو الكليراج، عرفت شنو هو يعني كل شيء، كاع داكشي اللي في الخشابه عرفت، واللي كنت كنقرا عليه وما ما كنتعاملش معاه. فحتى هي كانت استفاده من واحد النوع. دونك جمعت واحد الخبره كافيه ان تخليني نكون مزيان في ستاند اب ناخذ لقب. حتى الوجود ديالك مع هذوك لي كوتش يعني حتى هو ساعدك؟ اكيد اكيد، ما نكرت الخير ديال حتى شي واحد اخويا عزيز. داروا الخير، تعاملوا. واخا يقول لك بنادم راه خدمتهم هذيك، تقول شي واحد داروا الخير كيقول لك راه خدمتهم هذيك. لا راه خدمتهم، ولكن راه ممكن واحد الكوتش راه خدمته هذيك ولكن يدير معاك ناقصه. فهمتي؟ راه حيت مخلص، هو مخلص، طلع انت بسكيتش ولا ما طلعش. ولكن ملي كتحس بواحد الانسان عنده قريحه عليك وكي كيغضب من اجلك، كيقول لك لا هذا راه ماشي هو الكاك اللي باغين حنا، لا هذه ماشي طريقه الكتابه اللي باغين، لا ماشي هذه طريقه الاداء اللي باغين. فالله يرحم لهم الوالدين. هما تيقولوا كانوا دي فان ديالي ملي كانوا صغار وتفرجوا فيا. سعيد وديع قالوا في النهائي، انا كنقول دابا بانهم هما تا هما دي فان، انا دي انا فان ديالهم. في هذا الوقت هذا تجربة البصل كانت زوينة، النجاح، الفوز كذلك بـ 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 بالجائزة. وراء الفوز، وراء الفوز واش شنو الـ 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 واش هناك مخططات عند البصل؟ واش عاد غادي يستعد المخططات؟ واش 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 شوف اخويا عزيز، حنا مشينا ستاند اب، المهمة كانت عندنا هي نجيبوا اللقب. جبنا اللقب، دابا كنحطوا في شي حويجات ان شاء الله.
حيت اللقب ماشي هو زعما ماشي داكشي اللي بغينا. واحد الباركور غندوزو منه فوالا نرجعو عند الناس نكونوا عند الناس ومن بعد عاده غتبدا الخدمه. دابا راه يلاه بدات عندي الخدمه اخويا عز، يعني تمارا يلاه بدات، يعني خصني دابا نوض الستيلو نوض نكتب نوض نوجد. حنا حاطين شفنا هاد المسائل، يعني كاينين الناس اللي ما داوش ستاند اب ونجحوا، كاينين الناس اللي داو وما نجحوش. اكيد اكيد اكيد، لان هذوك الناس حاولوا انهم يطوروا من امكانياتهم، ما قالوش راه ديت اللقب صافي راه فهمتي. حنا دابا كنحطوا فشي حويجات نرتاح شويه، نبدا خدام مع ليكيب نقاد داكشي، وغادي نديروا عاوتاني المجهود ديالنا وغنتسناو التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طموحات ديال البصل شنو نقول لك، الطموح ديالي هو نوصل لكاع المغاربه ونوصل للقلوب ديالهم. الحمد لله انا دابا في قلوب المغاربه كيحبوني بزاف، حتى انا كنحبهم، وكنبغي نشكرهم من هذا المنبر، منبر ديال هيبا بريس، كنبغي نشكرهم وكنقول لهم شكرا لكم على التشجيع ديالكم وعلى التصويت ديالكم عليا. انا كنتلاقى مع الناس كيقول لي اخويا ها انت هاد التليفون، وكيجبد لي التليفون وكنلقاه مليح 4 5 المرات على رقم 4. كي بعد الواحد عاوتاني كيلقاك تبقى يطلع لك التليفون، يطلع كيوريك 4 4 4 4 4، كيقول لنا اخويا راه حبيناك وبغيناك. القصه الانسانيه اللي كانت عندي، يعني ديك الخلفيه اللي جايبها انا، هي اللي خلات المغاربه يحبوني وخلاتهم انهم يتعاطفوا معايا. ما نقولوش اسمح لي على المصطلح، ماشي تعاطف، شافوا فيك الموهبه فهمتي. المغاربه راه ماشي شعب اللي راه جمهور ذكي، جمهور كيحب الذوق، يعني فنان، جمهور المغربي جمهور فنان وكيحب الحاجه الزوينه. خروجك للشارع ملي بغيتي الناس ينتخبوا عليك، يعني حتى ذاك الخروج كان مميز وكان عفوي، كان عفوي جدا. انا زعما قالوا لي الدراري ديال ليكيب واش نشوفوا لك ناس اللي نهضروا معاهم وكذا، قلت لهم لا سمحوا لي تشوفوا لي الناس لا والو، زعما نخليوها عفويه، ومشات عفويه زعما فهمتي. هما تيقترحوا بعدا في الاول تيقول لك يعني واش نديروا مع كذا ولا تكون كذا، كنقول لهم عفويه، وخديناها عفويه، مشينا بها عفويه. زعما بغيت نشوف حتى انا عند الناس فهمتي، حيت فهمت شنو هي القيمه ديالك، هذا هو اللي كاين. والحمد لله تما كان صدى جيد عند الناس، وكنت ساتيسفي في هذاك الوقيته، لان كنوجد الفينال انا في ديك الوقيته، فذاك الحب ديال الناس في ديك الوقيته عطاني واحد الحماس اكبر لانني نكون واجد الفينال بشكل قوي. وبغيت نقول واحد القضيه اخويا عزيز، هو ان حتى المواهب الاخرين تا هما دوزوا اللعيبات ديالهم، يعني مش اللعيبات وانا اش كنقول، دوزوا الفيديوهات ديالهم، يعني بعفويه تا هما، ومواهب قويه باربعه مواهب قويه، يعني ما وصلوش للفينال هكاك، فوصلوا بواحد القوه بقوتهم بموهبتهم، وكانوا منافسين اقوياء ليا. والفوز هذا اللقب راه جاب جزئيات بساط، هذا الشيء اللي بغيت نقول. اخوت الحمد لله، وباقيين خوت لدابا، وغنبقاو خوت ان شاء الله، لان كانت بيناتنا واحد المحبه كبيره، وحتى لي كوتش مروا لينا هادشي. دونك اليوم في الاستقبال ديالك شنا جمعيات، شنا فنانة اصدقاء ديالك، يعني كيفاش كان الشعور ديالك ملي استقبلوك؟ وا شعور اش نقول لك، شعور لا يوصف. زعما انا مشيت باش نفرح حتى هاد ولاد دربنا، راه صراحه راه كاينين بزاف ديال الناس غادي باش نفرحهم فهمتي. منهم حتى الاخ ديالك بشعيب الصياد، حتى هو كان واحد من الناس اللي انا باغي نفرحو، لانه حتى هو كانت عنده واحد القريحه على البصل فهمتي، دائما كيشوف البصل كيقول علاش البصل موهبه زوين وعلاش ما يكونش. فتا هو كان زعما هدف من الاهداف، وكنبغي نشكرو حتى هو على المجهودات اللي بذل معنا، وكيفاش ورانا الطريق، وحتى هو عطانا كاع داكشي اللي عنده عطاه لينا، وكان نعمه الاخ، وكان نعمه الصديق، واخا استاذ كان، يعني كانت تجمعنا معاه صداقه واخوه، ومشينا عنده للدار ولينا مع العائله، وهنا عرفتك بالصياد زعما ماشي. دونك هذا الشيء كيخليك كيكون فيك الفنان الانسان فهمتي، ما كيكونش فيك الفنان داك اللي كيشوف راسه ولا لا، كيكون فيك واحد الفنان انسان لا يتعالى، دائما مع الناس، دائما هابط ودائما متواضع زعما للفن. البصل صحابك الناس ديولك كل شيء كيتسناو فيك، اشنو غيعمل البصل؟ شنو ممكن تقول لهم الجمهور؟ كنقول لهم غير يتسناو. حنا شوف ما يمكنش نقول لواحد الناس شي حاجه انا غندير، لا يمكن. حنا حنا عندنا مشاريع ان شاء الله، عندنا مشاريع غادي نخدموا عليها، كنتمناو التوفيق من الله عز وجل،
والحب ديالهم راه كاين. دونك حنا غادي نخدموا على حويجات زوينين يليقوا بهم وبوليداتهم، حيت الا خدمنا على السوشيال ميديا خصنا نركزوا على الوليدات الصغار، وخصنا نركزوا على بزاف ديال الحوايج. ما بغيناش نكونوا كليشي بحال الاخرين كنقولوا اي حاجه، بغينا زعما نكونوا زوينين ونكونوا يعني تكون مواضيعنا زوينه ونكونوا. فهادشي غيتطلب وقت، ونتمنوا الكمال من الله سبحانه وتعالى. حنا ربي هو اللي غيسر الامور.